والمتلازم والتحديات. فالدينامية الإيجابية التي تعرفها قضيتنا الوطنية بحكم التاريخ والشرعية وبإرادة محاولة لأبنائها واعتراف دولي واسع. شابي العزيز معي في رشيد رئيس المجلس الجامعي لمدينة زكان. اليوم بعمالة إن زكان بالاحتفال بالذكرى 46 للمسيرة الخضراء، تلقينا بفرح وسرور الخطاب السامي لصاحب الجلالة الذي أكد فيه على مغربية الصحراء وعلى أن الصحراء مغربية وستبقى مغربية وستظل مغربية رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين، ونحن وراء صاحب الجلالة إلى أن نحرر أرضنا وأن نحقق المبتغى جميع المغاربة. وشكرا. محسن محمد مقاوم بمدينة زكان وجامعوي، رئيس جمعية ودادية المسيرة الخضراء، متطوع المسيرة الخضراء فوج عبد الله بن ياسين بعمالة زكان. الشعور ديالي نحو الخطاب هذا الشيء تيفوت الطاقه ديالي وتيفوت الثقافه ديالي وتيفوت الشعور ديالي. كل ما هناك احنا فرحانين بخطاب ديال جلاله الملك، والخطاب ديال جلاله الملك عندنا الثقه الكامله انه لا ينطق عن الهوى، ماشي رجل اللي تيخرف، حنا دايرين فيه الثقه. وتنقول لمحمد السادس نحن من ورائك وامامك جنبا لجنب، ما غادي نقولوا لك كافي قاتل انت وربك، بل نقول لجلالتكم نحن معكم والشعب المغربي كله وراءكم. وكذلك اتقدم بالشكر الجزيل لجنودنا البواسل من جميع القوات الذين وقفوا في حدودنا ويدافعون عن حدود وطننا. والسلام عليكم ورحمه الله. كراز الحاج ابراهيم بن محمد، الصفه ديالي فلاح منعش العقار منتخب. الشعور ديالي اليوم في هذا الوسام اللي سلموا لي السيد العام اليوم من عيطوا عليا، فرحت بزاف لان واحد اللي فكرك مثلا بهذا الوسام واليوم العيد المسيره واحد المستوى الحمد لله مزيانه، لان الوسام كتعطى للناس ديال العمل وديال الثقه وديال كل شيء. الخطاب ديال صاحب الجلاله دائما بخصوص المناسبات ديال العيد المسيرة صاحب الجلالة دائما كيطرق جميع الحلول الواقعي في المغرب كامل، وصاحب الجلالة مسالم ماشي شي واحد اللي كذا، فواحد العقلية في المستوى. كنشكر صاحب الجلالة، كنتمنى له التوفيق وطول العمر ان شاء الله.